شكرا سيد الوزير. السؤال السادس موضوعه تحديد تجديد أسطول سيارة الأجرة الكبيرة فريق التحالف الاشتراكي. تفضل سيد المستشار. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة المستشارين. من المهم جدا أن تبادر الحكومة إلى العناية بقطاع النقل عن طريق التاكسيات، ولكن نظن أن الإصلاح أو تأهيله لا ينحصر في تجديد الأسطول. مهم تجديد الأسطول، ولكن ما ننسوش على أنه ينحصر في الجانب المادي، وهو أخذ حصة كبيرة من المالية العامة ودعم هذا القطاع لاستبدال السيارات، وهي مأخوذة من جيوب أدافعي الضرائب. هناك مشكل مهم جدا، لأن السيارة ما هي إلا أحد الأجنحة أو واحد العنصر الأساسي. هناك إنسان يسمى سائق، هذا الإنسان السائق له مشاكل متعددة ويكون مشكلا في حد ذاته ومضر بالإنسان المغربي وبغير المغربي. فمن جهة يجد نفسه في قطاع غير منظم وفي قطاع ريعي، وبالتالي علاقته مع صاحب الجريمة أو السيارة علاقة جد معقدة تجعله يعيش ظروف خاصة، ومن جهة أخرى تحول إلى إنسان نقيض ما يسمى بما تتضمنه ميثاق ووثيقة الرخصات الثقة. على مستوى الأمانة، على مستوى السلوك والأخلاق، على مستوى تقديم الخدمات الجيدة أمام، انظروا ماذا يحصل أمام مراكز المراكز ديال القاطرات ديال الإيجار ديال السكك الحديدية، المحطات الطرقية، المطارات، شيء يندى له الجبين. نتساءل هذه الرخصة ديال الثقة اللي كتعطيها السلطات المحلية هل تؤدي وظيفتها؟ الآن الإشكالية ديال نقل التاكسيات صغيرة كانت أو كبيرة فمطروح بشدة، لأنه يعاكس أخلاق المغاربة، يعاكس المستوى الاجتماعي والمستوى الخدمات المطلوبة، شيء بشيع جدا سيد الوزير، لابد أن يراعيه الإصلاح لأنه مهم. السائق التاكسي هو واجهة من مواجهات المغرب، لأنه في المطارات أول واحد كيلقيه تلقى واحد الإنسان اللي جاء المغرب هو هذا مول التاكسي، كيف يجده؟ يتصور أن المغاربة كلهم في شكله، في هندامه، في ملبسه، في سلوكاته، في طريقة استقباله، في بشاشته، في كل شيء. أصبح الأمر في نقيض تماما لما يجب أن يكون عليه. لابد أن يكون مشروع الإصلاح الذي بدأتموه ألا ينحصر في تقديم هبة من أجل تشغيل السيارة أو استبدال السيارة، أن يكون كذلك إصلاحا يشمل الجانب الذاتي والجانب الإنساني والجانب الوظيفي لهذه الوظيفة وهذه المهمة النبيلة التي هي يقرأ منها الإنسان المغرب الحقيقي وصورته في السماحة في كثير من القيم. شكرا سيد المستشار. شكرا. قبل أن أعطي الكلمة إلى السيد الوزير، يحضر معنا مجموعة من الشباب المغاربة الحائزين على جائزة أحسن مقاولة مبتكرة لأقل من 18 سنة بين 22 دولة عربية. شكرا. إذن أعطي الكلمة للسيد الوزير لإجابة عن السؤال. السيد المستشار المحترم، داكشي اللي قلتي راه كلشي كيلاحظوا، لان ما يمكنش هذا الشيء ما عنده فين يتخبى. الطاكسيات كيعرفوا فيهم اللي مزيان فيهم اللي ما مزيان شيء، ما نقولوش ان كل شيء ما مزيانش، يعني البشر هو هذا. المسؤوليه ديال الدوله هو توفر الامكانيات باش الطاكسيات ترقى لواحد المستوى معين. من جمله هاد المسائل هذه هي الفرصه اللي عطيناها الان للطاكسيات الكبار باش يبدلوا السيارات ديالهم، باش يدوزوا يخرجوا من ذاك هذاك نوع السيارة اللي كتعرفوه واللي يعني في حالة مرتدية جدا، ويدوز للسيارات جديدة ونظيفة. والمساعدة ديال الدولة راه مهمة جدا. حنا ملي درنا نفلو الأولى السيوفة معايا هنا كنا بغينا نديرو 60,000 درهم، من بعد قالوا لا باش نشجعوا الناس باش يمشيو يقتنيو السيارات جديدة، أنا عطيتهم 80,000 درهم كهيبة من الدولة، مع العلم أن السيارة كتسوى 140,000.
140 150 على حسب الانواع ديال السيارات. فكنظن ربما الاخوان فالمهنيين ربما مازال مازال كيحطوا بعض المسائل اللي كيبغيو تعالج. حنا كنحاولوا نعالجوها. مثلا عطينا الامكانيه دابا الناس اللي عندهم لي كونطرا اللي كيكريو داك لي زاغريمون، عطيناهم الصلاحيه باش يشريو السياره في سميتهم. هادشي ما كانش في قديم، هادي في قديم كانت السياره دائما خصها تبقى في اسم مول المأذونيه. فدابا هادي عطيناهم هاد الامكانيه هادي، ويمكن تكون مناقشه باش نلقاو تسهيلات اخرى اللي يمكن نعطيوها. المهم عندنا هو الاسطول يولي جديد، يولي منظم. وانا عندي يقين باش نجاوب على السيد المستشار وفي التجربه اللي ربما الاخوان عندهم، انا ملي كتغير يعني لونفيرونمون يعني المحيط ديال الاشتغال ديال الانسان، العقليه ديالو كتبدل. السيد ملي غادي يخرج من داك السياره معفنه وكتخسر موسخه، راه ما غيبقاش عنده نفس السلوك لهذا. وعلى سبيل المثال فقط، هاد الناس اللي مشاو يشريو بعض اللي مشاو يشريو السيارات، وكاين واحد العدد كبير اللي مشاو كيشريو السيارات، فهذوك اصحاب اللي كيبيعوا السيارات كيعطيهم حتى الهندام جديد مع السياره، باش حتى اللوك ديالهم يتبدل. وكنتمنوا ان شاء الله بالتكوين وبهذا، راه بشويه ديال الزجر ما كيحلش المشاكل دائما، كيخص التكوين والتوعيه. راه كنظن يمكن نتقدموا في هذا المجال حتى هو. شكرا. شكرا، ونشكر السيد الوزير على مساهمته قيمه في هذه الجلسه. قبل ان ارفع الجلسه ادعو السيد بادة الى المنصه. دابا التكوين. اذا تفضل زيد.